السودانية وقعت مع الحركات المسلحة بالأحرف الأولى اتفاق سلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إضافة إلى رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت. الاتفاق يشمل أغلب الحركات المسلحة في البلاد، ومن أبرزها الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة في دارفور بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي. معي للحديث حول هذا الموضوع القيادية في قوى الحرية والتغيير تيسير النوراني. سيدة تيسير، إلى أي مدى يمكن أن ينهي هذا الاتفاق الصراع المسلح في السودان بين الحكومة وكل الحركات المسلحة التي انتفضت عليها؟ شكرا جزيلا للفرصة. إلى مدى كبير جدا يعادل 80% سوف ينهي الحرب في السودان، ونأمل أن يتم هذا الاتفاق أيضا مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، لأنهم خارج الاتفاق ويخضعون إلى التفاوضات في سبتمبر بإذن الله تعالى. هذا الاتفاق البعض يقول أنه يشمل 80% من الحركات المسلحة، إلى أي مدى تعتقد أن ذلك دافع للحركات الأخرى لأن تنضم وتلحق بقطار السلام؟ بالتأكيد هذا إطار مفاهيمي وإطار واضح للسلام، يفتح الطريق للحركات الأخرى لمعرفة ما يدور في رأس الحكومة الانتقالية من أجل السلام ومن أجل الاستقرار بالنسبة للمناطق التي بها حروب. في قوى الحرية والتغيير، لماذا تم اختيار جوبا عاصمة جنوب السودان في لهذا التوقيع؟ لماذا لم يكن في السودان؟ لأنه أصلا الوساطة كانت من حكومة جنوب السودان، وهي كانت الوسيط بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية، ولذا أصبح يتم الاحتفال بالاتفاق هنالك كأمر يختم مجهود المفاوضات المختلفة التي استمرت لمدة 3 أشهر في جوبا. أنتم كتيار كان له دور فيما يجري في هذه المشهد السوداني الحالي، كيف تنظرون لما أنجزته الحركات المسلحة في هذا الاتفاق؟ ألا توجد خشية من أن يكون من حمل السلاح أنجز أكثر ممن رفع صوته بالانتفاضة في السودان؟ لا، ليس كذلك، لأن هؤلاء الذين يحملون السلاح هم جزء وأعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير، وهم أعضاء في المجلس المركزي، والآن في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لقوى الحرية والتغيير، فهم بالنسبة لنا أصدقاء ورفاق في العمل النضالي المختلف، منهم المدني ومنهم المسلح. ما هو دور هؤلاء معكم في المرحلة الانتقالية الآن بعد أن انضموا لمعاهدة سلام مع الحكومة السودانية؟ يتم مشاركتهم في المرحلة الانتقالية ومقترح 25% من المجلس التشريعي للحركات المسلحة، وإضافة 4 أعضاء في المجلس السيادي و5 وزراء، فهم سوف يصبحون مشاركون في التنفيذي والسيادي والتشريعي في الفترة الانتقالية. طيب سيدة تيسير، هذه ليست المرة الأولى التي تعقد الحكومة السودانية اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة في السودان، ما الذي سيجعل هذه الاتفاقية الأخيرة والثابتة؟ أنا أعتقد أنها هي اتفاقية في عهد ينعم فيه السودانيين بالحرية والعدالة والسلام، وفيه التنفيذ لأول شعارات الثورة وهو السلام. أيضا هم الفترة السابقة كانت في الحكم ديكتاتوري، ويتم المحاولات السلام كمحاولات شكلية وليست جوهرية، ولكن الآن هذه الاتفاقية نظرت إلى أصل المشكلة وناقشت أصل المشكلة، لذا أعتقد أنها لها القدرة على الاستمرارية بشكل أفضل وأكبر. طيب الآن هذه الاتفاقية، ما هو التحدي الأبرز الذي تواجهه حتى لا تبقى حبرا على ورق؟ التحدي أن يتم تنفيذ الاتفاقية عمليا على أرض الواقع، أن يتم تنفيذ الاتفاقية على أمر الواقع على أرض الواقع، وأن يلحق بالرزب الآخرون الذين لم يتم الاتفاق معهم، وأن تستمر الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات من تاريخ
التوقيع على الاتفاق مما يساهم في بناء البلد وفي محاولة علاج الأزمة الاقتصادية، مما يسهل في استقرار السودان. أشكرك شكرا جزيلا، عضو القيادية في الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير، تيسير النوراني، كنت معي من الخرطوم عبر الهاتف. بهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.